وصلنا اللحظة مشاهدينا إلى فقرة ضيف ونناقش فيها هذا المساء عودة التوتر إلى منطقة القرقرات، حيث تعمد وتتعمد ميليشيات البوليزاريو إلى محاولة عرقلة المرور في الممر التجاري نحو موريتانيا. معنا في التحليل الدكتور محمد بن حمو مدير المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية. مساء الخير أستاذ الكريم. مساء الخير عبد الله. بديت هلا قدمتم لنا دكتور توصيفا للوضع الذي تعيشه منطقة القرقرات، ماذا يمثل هذا المعبر؟ هذا المعبر هام جدا الذي يربط بين المغرب وموريتانيا، ومن خلاله هو الشريان كذلك الذي يمد دول غرب إفريقيا بالعديد من المنتجات، فبالتالي هو معبر تجاري هام. موريتانيا تعتبر وتعتبر نفسها كذلك يعني من المتضررين بهذه الخرجات يعني اللامسؤولة للبوليساريو، وهذا المعبر الذي هو يعني في المنطقة العازلة، وهي منطقة يعني التي توجد خلف يعني المنظومة الدفاعية المغربية، وتمتد على طول 5 كيلومترات، وهي منطقة عازلة منزوعة من السلاح وتحت مسؤولية الأمم المتحدة، والبوليساريو تسعى إلى استغلال هذه المنطقة، وحاولت تحويلها إلى يعني مرتع لتهريب الدولي بمختلف أنواعه، لدرجة أن هذه المنطقة يعني أطلق عليها ويطلق عليها قندهار نظرا للظروف التي سعت البوليساريو إلى فرضها. فبالتالي يعني هذه المنطقة التي يعني هي هامة جدا، والتي على الأمم المتحدة أن تضمن الوضع القائم بها منذ اتفاق وقف إطلاق النار لسنة 1991، والذي لا ينبغي بأي حال يعني أن يكون أن يدخل عليه أي تغيير، وقد كان للأمم المتحدة ولا زال موقف ثابت محذر للبوليساريو من أي سعي لتغيير طبيعة يعني هذه المنطقة واستغلالها بأي شكل من الأشكال. رغم كل هذه التحذيرات، يعني البوليساريو تتحدى الجميع، تتحدى المغرب، تتحدى موريتانيا، تتحدى الأمم المتحدة، تتحدى الجميع، لماذا أصبح يعني هذا المعبر معبر القرقرات منذ سنوات مستهدف من طرف البوليساريو؟ فعلا، لأن البوليساريو لم تعد تتوفر على أوراق تلعبها، ولم تعد لها يعني أي هامش للمناورات التي كانت تقوم بها. فالبوليساريو اليوم تتشبث يعني بآخر الأوراق التي يمكن أن تتوفر عليها، أو على الأقل تعتقد بأنها تتوفر عليها، وقد وجدت منذ 2016 إلى اليوم في معبر القرقرات يعني فرصة تعتبرها البوليساريو ذهبية، وربما أنها من الفرص الأخيرة للبوليساريو لتستمر في أولا الوجود كظاهرة إعلامية، ولتحاول أن تفرض نفسها يعني كفاعل حاضر. فالجميع يعلم بأن يعني هذا التنظيم الإرهابي يعني هو يندحر اندحارا شديدا، وهناك داخل يعني المخيمات يعني نهاية لوهم الانفصال، وبالتالي انحصار وانحباس كبير جدا، والآفاق التي وعدت بها البوليساريو اليوم تبخرت. فبالتالي من خلال يعني معبر القرقرات البوليساريو تسعى من جهة إلى العودة إلى الساحة الإعلامية كظاهرة إعلامية، ومن جهة أخرى في محاولات متهورة ومحاولات لا مسؤولة، وفي تحدي سافر للأمم المتحدة وللمغرب وموريتانيا والمنتظم الدولي. هي تسعى إلى خلق وضع يمكن من خلاله
يعني أن تضغط على المغرب وعلى الأمم المتحدة، فبالتالي يعني استغلال معبر القرقرات والتلويح ب يعني غلقه وكل التحركات اليائسة للبوليساريو اليوم هي يعني رقصات الديك المذبوح الذي يعني يطير في كل اتجاه وبدون اتجاه ولكن نهايته محتومة. لكن هل تختلف التحركات الحالية لجبهة البوليساريو عن ربما محاولاته السابقة؟ هل هدفها يعني استفزاز المغرب فقط أم أن هناك يعني أهداف أخطر لمن يقفون وراء هذا يعني التنظيم؟ لا أعتقد بأن يعني ما يحدث اليوم هو يعني بصورة جديدة يمكن اعتبار بأنه يهدد الأمن والسلم في المنطقة، فمن جهة البوليساريو وإن كانت يعني تحاول إبعاد الأمر عن نفسها فهي حاولت تجيش وتجنيد يعني فئات لكي تقيم يعني أو لتقيم يعني مخيمات بهذه المنطقة ولتغلق يعني هذا المعبر التجاري وهذا المعبر البري الذي ليس من حقها ك يعني كمنظمة وكتنظيم لا شرعية له أن يقوم بعمل من هذا القبيل، فهو عمل استفزازي ثم كذلك تحريك لبعض عناصرها المسلحة داخل هذا الشريط ومحاولة يعني استفزاز المغرب في هذا الجانب. فالبوليساريو تلعب بالنار والبوليساريو يعني تريد ركوب تحدي ليست مؤهلة ولا قادرة على يعني مواجهته، وخلفها يعني من يحركها ومن له يعني رغبة في إشعال فتيل النار في المنطقة. فالمغرب يعني يواجه هذه الاستفزازات برزانة وبمسؤولية ولكن في نفس الوقت يعني بصرامة وحسم يعني واضح، لأن لا يمكن لتهور البوليساريو ولا لمسؤولية البوليساريو أن يكون على حساب يعني الأمن المغربي والدفاع المغربي والتراب المغربي، وبالتالي لا يمكن يعني لهذه التحركات أن تكون بهذه العشوائية التي هي عليها. فبالتالي المنتظم الدولي ولاحظنا بأن الأمين رسائل الأمين العام كانت واضحة، لأن الجميع يعلم اليوم بأن بوليساريو كلما حان يعني وقت التداول في الملف في هذه الفترة من يعني من السنة، ومجلس أمن يعني سيبت في الأمر فيما يرتبط بتمديد عهدة المينورسو، ونحن نعلم بأن هذا التقرير الذي تنتظره جميع الأطراف البوليساريو تسعى إلى الضغط للتأثير في هذا يعني في هذا التقرير، وتسعى كذلك لإظهار بأنها لا زالت موجودة. المغرب يعني يواجه هذه الاستفزازات بكل صرامة ومسؤولية، لكن هناك من يقول بأن كل هذه الاستفزازات هي بالأساس يعني موجهة للأمم المتحدة بهذا الضغط عليها، كيف ترون هذا الأمر؟ أكيد بأنها موجهة للأمم المتحدة للضغط عليها، وهي يعني كتعبير لأن البوليساريو حين تتوجه نحو التلويح بإغلاق معبر وبالتالي يعني إغلاق الطريق البري في وجه يعني التجارة والتنقل بين يعني البلدين الجارين المغرب وموريتانيا، وحين يعني حين تستقر
بالمنطقة العازلة وتنقل يعني مسلحيها إليها وآلياتها العسكرية، وحين تسعى الى يعني استفزاز المغرب ب يعني في انتظار اي رد منه على هذه يعني التهورات للبوليساريو، فهي فعلا تسعى الى تلويح بانها تهدد الامن والاستقرار، وبالتالي الامم المتحده المنهمكه اليوم كما هو المنتظم الدولي في مكافحه جائحه كورونا، والمنهمكة كذلك بالعديد من القضايا المشتعلة، لا يعني لا تعطي لما تتوقعه أو تنتظره البوليساريو يعني من الأمم المتحدة يعني أي وزن، لأن البوليساريو لا زالت متشبثة بما تجاوزته الأمم المتحدة سواء في أدبياتها أو في قراراتها، وما تجاوزه المنتظم الدولي الذي يسعى إلى الحل السياسي المتوافق حوله، والذي كذلك يعني اعتبر مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب يعني مقترح جدي وذا مصداقية ومقترح يعني كمدخل للحل، فبالتالي البوليساريو هي فقط تسعى للضغط، ولكن في جميع الأحوال مسؤولية الأمم المتحدة قائمة تضع حدا لهذا التهور الذي يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. نعم، الآن يعني هذا المعبر قرقرات معبر مهم جدا ومنفذ بري باتجاه موريتانيا وبوابة نحو إفريقيا، برأيك ما هي أي آثار وتداعيات محتملة لإغلاق معبر القرقرات على المنطقة ككل؟ لا، إغلاق المعبر هذا يعني حلم للبوليساريو، البوليساريو ليست سيدة للموقف لتفرض يعني رأيها وتفرض واقع في المنطقة يمكن يعني أن يؤدي إلى هذا الإغلاق، أكيد بأن يعني التلويح بهذا الإغلاق والتلويح يعني بإشعال نار لن يكون حطبها إلا يعني البوليساريو وعناصره، لأن البوليساريو ليست لها السيادة على أي قرار وليست لها يعني القدرة على أن تزف بنفسها يعني في جهنم ومعها يعني من يحركها الدولة المضيفة، فبالتالي المغرب يعني ولن يعني يقوم بوجهه من باب يعني البلد المسؤول والذي يسعى إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار، وكذلك يعطي للأمم المتحدة دورها ومكانتها وما ينبغي أن تقوم به، ولكن لا أعتقد بأن المغرب ولا أعتقد كذلك بأن موريتانيا المعنية كذلك بهذه الاستفزازات قد يسمح بأن يكون. دعنا نتوقف عند الموقف الموريتاني، تقولون بأن موريتانيا يعني تعتبر نفسها متضررة من كل هذه الخروقات، علما أنها يعني هي أيضا مستفيدة من هذا المعبر. هو معبر يعني بين بلدين، وكسائر الحدود بين الدول الحدود لم تكن أبدا نقط نهاية، بل الحدود هي نقط التقاء، ويعني بين المغرب وموريتانيا هذا يعني الطريق التجاري والطريق البري يؤمن لموريتانيا وصول عدد كبير من الشاحنات المحملة بالخضروات والمحمله بالمؤن والمحمله يعني بكل ما يحتاجه التبادل التجاري بين البلدين، والامر يعني في الاتجاهين، كما ان يعني بعض دول غرب افريقيا يعني تستفيد كذلك من هذا يعني النشاط التجاري بين يعني الذي يعبر من معبر القرقرات، فبالتالي اكيد بان يعني استمرار هذه الاستفزازات. نعم.
كذلك يعني تلويح البوليساريو بغلق المعبر وعدم خلق جو للطمأنينة في المعبر له تأثير مباشر على موريتانيا وعلى الأسواق الموريتانية وعلى المواطن الموريتاني مباشرة. أشكرك جزيل الشكر دكتور محمد بن حمو مدير المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية على هذه المشاركة.